الحمد لله اكتملت العملية بنجاح وبفضل الله كل من أكيزة وعائشة، أكيزة معي وعائشة مع زميلي الدكتور محمد بصحة وسلام، ولأول مرة نحملهم بأيدينا وإن شاء الله نسلمهم لوالدتهم وجدتهم وهم في أحضانهم بدلا من السرير. أولا نقدم أسماء الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير، وشكر خاص لزملائي وزميلاتي أعضاء الفريق الطبي والجراحي على هذه المنجزات المتتالية. أسأل الله أن يديم على هذا الوطن الخير والبركة والأمن والأمان.